يعني تفضل، يدعون لعدم العنصرية وقبول الآخر مهما كان، حتى لو خارج الخلفة. والنتيجة شوفوا، يعني فريق نادي رياضي محلي بهاي المدينة، شنو الداعي تحطون العلم مال الجماعة اللي بالكم؟ يعني بما معناه انه انت ترتدي هذا لازم تكون من عندهم، او انه تكون مؤيد لهم. اذا هيك سويت انت عنصريه، يعني هم يدعون على من العنصريه بينما هم يمارسون احقر انواع العنصريه. يعني لازم ان اللي يشتري قميص هذا الفريق انه يكون بالضروره يا اما مؤيد لهذول الناس يا اما انه من ضمن. ليش ما تسوي دريس فريق ساده فقط علامه تجاريه، والناس مختلف مشاربها، اللي هم من ذول الناس، اللي هم ناس يعني مو من ذول الناس، طبيعيين بغض النظر عن ديانتهم ميولهم. فشوف يعني هم مثل ما قلت لك، هم يدعون شيء وهم بالحقيقة شيء، يعني هم بصراحة العقارة هاي مالتهم، فلا يغرونكم بهاي شعاراتهم انه لازم تحترم الآخر ومن هالسوالف هاي كلها كلاوات. الحقيقة هم يردون يفرضون ما بيها مجال. فالله يهينهم وقميص هذا الفريق اللي هو أساسا فريق ما محبوب. هاي فقط مثال، يعني خافك واحد مرات يقول لا هاي الناس زيد حرية وكل واحد. لا صدقوني المسألة مو حرية، بالعكس هم هيك يعني مارسوا أقسى بل أحقر أنواع طمس الحريات. هيك يعني ماكو حرية، يعني الفريق هذا المحلي قلت لك أنا بس مثال، يعني قابل أنا هيك حتى فريق مو معروف، يعني مدينة صغيرة. بس القصد إنه الشباب اللي تحب هذا الفريق أو اللي تريد تشتري هذا الدريس هذا الفريق راح يضطرون إنه يشيلون على الدولة. زين مو هم ما يحبون، مو من عندهم ولا مأيدين، شلون؟ إذن كما نوهت والحليم تكفيه الإشارة.